السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أبنائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة الفلسفة، ألا وهو الأخلاق البيئية. تناولنا في الحصص الماضية الأخلاق التطبيقية، وتضمن العديد من المجالات، ألا وهي الأخلاق الطبية والهندسة الوراثية والأخلاق البيئية، وإن شاء الله سنتناول أخلاق العلم والتكنولوجيا والعديد من الموضوعات التي أو المرتبطة بالأخلاق. درسنا اليوم عن الأخلاق البيئية. فما معنى الأخلاق البيئية وماذا نتعلم من هذا الدرس؟ هذا الدرس يحتوي على تعريف الأخلاق البيئية ومبادئ الأخلاق البيئية والفرق بين الأخلاق البيئية قديما والأخلاق البيئية حديثا. نستمع إلى آيات من القرآن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كل ما في البر أو البحر أو الجو من فساد، كل ده بيد الإنسان. كلنا عارفين ودرسنا في الجغرافيا، لأن من أسباب التلوث قد تكون أسباب طبيعية من الله سبحانه وتعالى زي الغبار، وفي هناك أسباب بشرية وقد يكون سببها البشر، مثلا عوادم السيارات، دخان المصانع. كل ده بسبب مين؟ بسبب الإنسان. فما معنى الأخلاق البيئية؟ طبعا الأخلاق البيئية أنا بدرس يعني كيف أتعامل مع البيئة، لابد يكون في نوع من الأخلاق، لابد أن أحافظ على البيئة، عدم العبث بالبيئة. فالأخلاق البيئية هي نوع من البحث في علاقة الإنسان بالأرض والحيوان والنبات، هي نوع من البحث. الكلام ده صفحة 104. فالأخلاق البيئية هي نوع من البحث في علاقة الإنسان بالأرض والحيوان والنبات أو الطبيعة عموما، بس من زاوية أخلاقية. عندما أتعامل مع الأرض، أتعامل مع الإنسان، أتعامل مع الحيوان، أتعامل مع النبات، لابد أن أتعامل من زاوية أخلاقية. الإسلام دين إيه؟ دين التعامل، دين المعاملات الحسنة، الأخلاق الحسنة. فلا بد أتعامل مع أي شيء في الكون، سواء مع الأرض، سواء مع الحيوان، سواء مع النبات، سواء مع الإنسان، مع الطبيعة عامة، من زاوية أخلاقية. طيب نشاهد الفيديو ده شباب، وإيه بعدين إيه نجاوب بعض الأسئلة عنه. نسمع الفيديو. أصبحنا اليوم نعاني من مشكلة التلوث الشديد للبيئة، وهو من أخطر أنواع التلوث، والسبب في هذا الإنسان، والمتضرر هو الإنسان والكائنات الحية الأخرى. يعمل التلوث على إحداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية والإنسان. يوجد التلوث عدة أنواع: تلوث الهواء، التلوث بالنفايات، تلوث الماء، وتلوث التربة. أكثر دول العالم تلويثا للبيئة 15 بلدا مسؤول عن 70% من إجمالي الغازات الدفيئة. يحدث التلوث أضرارا بالمحيط البيئي، زيادة الأمطار الحمضية، خرق لطبقة الأوزون، ويحدث أيضا الاحتباس الحراري وعدم استقرار المناخ. يمكن الحد من التلوث البيئي من خلال تطوير أساليب مكافحة التلوث وتطوير وسائل التخلص من القمامة والقيام بعمليات التشجير وإقامة المحميات الطبيعية. إذن شباب، هنا بعد ما سمعنا مقطع الفيديو عرفنا أنواع التلوث. لو نرجع للجغرافيا مع بعض، أنواع التلوث قد يكون في تلوث ضوضائي، في تلوث مائي، في تلوث هوائي. فالتلوث له أضرار عديدة، منها من أضرار التلوث دايما الاحتباس الحراري، عدم استقرار المناخ، خرق لطبقة الأوزون. أيضا يعني بعد ما قلنا أنواع التلوث، أن التلوث أكيد له أضرار زي ما قلنا الاحتباس الحراري، أكيد طبعا إيه هناك طرق لعلاج إيه التلوث. المهم أنت تعرف أن التلوث ده له أنواع وله أضرار وله إيه طرق إيه لعلاج التلوث، وده موضوعكم طبعا مع مادة قضايا بيئية أو جغرافيا. كيف تختلف الأخلاق البيئية عن الأخلاق القديمة؟ كيف الأخلاق البيئية قديما وحديثا؟ تمام؟ لو لاحظنا مع بعض في الكتاب صفحة 104، الأخلاق البيئية دايما تبحث في علاقة الإنسان بالأرض والحيوان والنبات. أمشي علاقة الإنسان بالبيئة تبقى علاقة إيه؟ حسنة، نحافظ على بيئتنا،
نحافظ ان نجعلها ايه خضراء، عدم العبث بالبيئه، عدم قطع الاشجار، نحافظ على الغابات. الاخلاق القديمه دائما تبحث في علاقه الانسان بالانسان وتعد حر امام الطبيعه. الاخلاق القديمه لو لاحظت في الكتاب تبحث في علاقه الانسان بالانسان وتعد حر، الانسان حر امام الطبيعه. الانسان حر امام ايه؟ الطبيعه. ده قديما، يقطع الاشجار الى غير ذلك، كان عادي قديما. اما حاليا ماشي، لابد ان نحافظ على ايه؟ البيئه. يبقى هنا علاقه الانسان بالطبيعه في العصور القديمه اكيد تختلف عنها في العصور الحديثه. في العصور القديمه على كلام الكتاب بيقول في العصور القديمه كانت تتسم بالانسجام، يعني في توافق بين الانسان والبيئه. ولكن في العصر الحديث للاسف احنا بنستغل البيئه استغلال خاطئ بفعل تطور العلوم الطبيعيه والتكنولوجيا. شلون احنا بنستغل البيئه استغلال خاطئ؟ البعض منا بيستغل البيئه استغلال خاطئ، مثال الاستغلال المفرط للموارد. احنا بنقطع الاشجار كما في الصوره اللي على اليسار دي يا شباب، بنقطع الاشجار للاستفاده من الاخشاب، يعني اعتبر بنستغل البيئه استغلال اقتصادي او ايه، يعني بناخد ايه منها، يعني بنستفيد اقتصاديا، بنقطع الاشجار عشان نستفيد من الخشب والايه يبيعوا الاخشاب. يبقى في العصور القديمه كانت علاقه الانسان بالطبيعه تتسم بالانسجام، يعني بيحافظ على الطبيعه، بيستثمر الطبيعه. طبعا ما كان في تلوث، ولكن الحين للاسف احنا ايه بنلوث البيئه، بنقطع الاشجار، وهنا استغلال مفرط يعني زاد عن حد للموارد الطبيعيه. يبقى هنا ممكن اقول لك فرق بين علاقه الانسان بالطبيعه قديما وحديثا. قديما علاقه الانسان كانت تتسم بالانسجام، اما حديثا اتسمت بالاستغلال المفرط للموارد. كل ده ليه؟ لتلبيه الحاجات الاقتصاديه. لتلبيه الحاجات الاقتصاديه، ويشهد على هذا قطع الاشجار والغابات. كل ده من ايه؟ ليه بيقطعوا الاشجار والغابات؟ من اجل صناعه الورق. او بنستغل الموارد الطبيعيه، بناخد الموارد الطبيعيه منين؟ من الارض، زي الحديد والنفط. احنا بنحول الطبيعه هنا الى مصدر للاستغلال الاقتصادي. بنحول الطبيعه الى مصدر للاستغلال الاقتصادي، احنا بناخد النفط من باطن الارض. بنستغل الطبيعه ليه؟ من ناحيه اقتصاديه. معايا؟ كل الكلام ده تحول الى وسيله لتحقيق غايه الانسان التي تؤدي الى تخريب الطبيعه. احنا بنقطع الاشجار عشان نبيع الاخشاب، بناخد النفط عشان ايه؟ كمصدر ايه؟ للدخل. كل ده يعتبر احنا كل هذه الامور تخرب الطبيعه، وخاصه قطع الاشجار. تخيل مثلا البيئه خضراء والمنظر نظيف ومنظر حلو، واحنا بنقطع الاشجار والاوراق الخضراء اللي ايه المفروض نحافظ عليها ونزيد منها لا نقلل منها. فدي علاقه الانسان قديما كانت تتسم بالانسجام، اما حديثا تطور العلوم الطبيعيه ادى لاستغلال مفرط للموارد، مثال قطع الاشجار او استغلال النفط. كل ده من اجل تنميه او تحسين الدخل القومي والاقتصاد. استغلال الانسان المفرط للطبيعه في العصر الحديث. استغلال الانسان المفرط للطبيعه في العصر الحديث، علل او دلل. طبعا كل ده بسبب العلوم الطبيعيه والتكنولوجيا والصناعه، كل ده لتلبيه الحاجات الاقتصاديه. الانسان بيستغل الطبيعه استغلال مفرط، بيقطع الاشجار، كل ده ليه؟ لتلبيه الحاجات الاقتصاديه. كل ده لتلبيه الحاجات الاقتصاديه. امثله على ذلك، شلون الانسان بيستغل البيئه استغلال مفرط؟ بيقطع الاشجار، احنا تونا قايلينها من شويه في الشريحه السابقه، بيقطع الاشجار والغابات ليه؟ من اجل صناعه الورق. او بنستغل الموارد الطبيعيه الحديد او النفط من باطن الارض، كل ده عشان ايه؟ نحسن ايه؟ الدخل ونزيد ايه؟ الاقتصاد. يبقى احنا بنستغل او الانسان بيستغل البيئه استغلال مفرط، استغلال زائد عن الحد، وخاصه قطع الاشجار لصناعه ايه؟ الورق. تمام. ايه الاثار المترتبه على استغلال الانسان المفرط؟ طبعا استغلال الانسان المفرط ادى الى عده كوارث. في كوارث ناتجه عن التطور الصناعي، في كوارث ناتجه عن التطور الصناعي. اول حاجه تلوث البيئه، واحنا قلنا التلوث عده انواع. قد يكون ايه تلوث بيئه، خصوصا في تلوث المياه او تلوث ايه الهواء او تلوث التربه. المهم ايه بنسميه تلوث بيئي، وهو تغير كمي او نوعي بيطرأ عن النظام الايكولوجي. ايضا من الكوارث الناتجه عن التطور الاحتباس الحراري، واحتباس الحراره داخل باطن الارض. وعندنا المخلفات النوويه اللي هي نقدر نقول مخلفات المصانع والاسمده الكيماويه، كل ده طبعا ايه بيضر بالبيئه، ودي كوارث ناتجه عن التطور الصناعي. يعني ممكن اجيبك سؤال في الامتحان اكمل المخطط السهمي. من الكوارث الطبيعيه
الناتجة عن التطور هنكتب في أول سهم التلوث البيئي، السهم الثاني الاحتباس الحراري، السهم الثالث المخلفات النووية. هنا طبعا في الفقرة الثانية في منتصف الصفحة صفحة 104 عندنا تعريف علم البيئة، وعندنا في منتصف الفقرة الأخلاق البيئية. ممكن يجيبهم مقارنة أو يقول عارف علم البيئة أو إيه مصطلح علمي عن علم البيئة. معلش في حرف ياء زيادة. علم البيئة هو العلم الذي يدرس البيئة الطبيعية للإنسان. هو العلم الذي يدرس البيئة الطبيعية للإنسان ويعمل على الحفاظ على الطبيعة. هو العلم الذي يدرس البيئة الطبيعية للإنسان ويحافظ على إيه؟ الطبيعة. طيب هنا في سؤال، كيف نحافظ على الطبيعة؟ كيف نحافظ على الطبيعة؟ نحافظ على الطبيعة من خلال نقدر نقول إنشاء المحميات، زي محمية الشيخ جابر ومحمية الشيخ صباح، إنشاء المحميات والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض. احنا لما نعمل محمية بنضع فيها الحيوانات او النباتات المهددة بالانقراض، يبقى ده هدف المحمية، ان بنحافظ على الكائنات الحية المهددة بالانقراض سواء انسان عفوا سواء حيوان او نبات. يبقى علم البيئة هنا لما احب اعرفه هو العلم الذي يدرس البيئة الطبيعية للانسان. العلم الذي يدرس البيئة الطبيعية للانسان والحفاظ على الطبيعة من خلال كيف نحافظ على الطبيعة؟ نقدر نقول إنشاء المحميات الطبيعية. إنشاء المحميات الطبيعية. إيه الهدف المحميات؟ بتحافظ على الكائنات المهددة بالانقراض سواء الحيوان أو النبات. يبقى أنا عندي تعريف علم البيئة، تعريف مهم. الأخلاق البيئية لو نلاحظها في السطر الثاني في الفقرة الثانية في نهاية السطر، الأخلاق البيئية هي الأخلاق التي تبين المخاطر اللي بتهدد الطبيعة. هي الأخلاق التي تحاول أن تبين المخاطر اللي بتهدد الطبيعة، وهناك العديد من المخاطر اللي ممكن تهدد الطبيعة، كل ذلك طبعا بيؤثر على الإنسان. يبقى أنا عندي الأخلاق البيئية هي الأخلاق التي تبين أو تحاول أن تبين المخاطر اللي بتهدد الطبيعة، كل ذلك يؤثر على الإنسان. أما علم البيئة، علم يدرس البيئة الطبيعية للإنسان ويحافظ على الطبيعة. ده تعريف علم البيئة والأخلاق البيئية. عندي أهم سؤال في هذا الدرس، مبادئ الأخلاق البيئية. عندي ما يقارب من 10 مبادئ، إذا حفظت 4 أو 5 كافي جدا. بس منهم في سؤال، منهم ينفع علل أو أكمل، ودي أهم نقطة اللي هي رقم 5، دي أهم نقطة في الكتاب عندك في صفحة 105. رقم 5 صفحة 105. ما هي مبادئ الأخلاق البيئية؟ النقطة رقم 1. من مبادئ الأخلاق البيئية إن هي بتدرس علاقة الإنسان بالبيئة أو بالطبيعة. يبقى دراسة علاقة الإنسان إيه؟ بالطبيعة أو البيئة. يبقى اهم شيء الاخلاق البيئيه بتدرس علاقه الانسان بالبيئه، ويجب تكون علاقه الانسان بالبيئه علاقه ايه؟ طيبه. احنا نستغل البيئه استغلال سليم مو استغلال سيء. يبقى اول نقطه دراسه علاقه الانسان بالبيئه، ودي نقطه سهله، دراسه علاقه الانسان بالبيئه، دي رقم 1. النقطه الثانيه، يجب وضع بعض القيود على حريه الانسان. لازم نضع بعض القيود على حريه الانسان، يعني احنا يجب الا نعبث بالطبيعة، يجب أن نحافظ على البيئة، يجب أن نحافظ على المناخ، يجب أن نحافظ على البحار، يجب أن نحافظ على الأنهار. شلون نحافظ عليها؟ عدم إلقاء المخلفات، عدم إلقاء المخلفات. يجب أن نجعل بيئتنا خضراء، يجب أن نحافظ على البيئة، عدم رمي مخلفات في البحار. وإحنا قاعدين على البحر ما ينفع نرمي مثلا القاذورات أو باقي المخلفات. فيجب وضع القيود على حرية الفعل الإنساني، اللي يخطأ يحاسب. يبقى ايه؟ يجب وضع بعض القيود على حريه الانسان. النقطه رقم 3، يعد ضمير ايكولوجي مبدا اساسي في الاخلاق البيئيه. يعد الضمير الايكولوجي، واحنا خدنا في الجغرافيا ايه معنى الضمير الايكولوجي، زي النظام الايكولوجي او الضمير الايكولوجي. ايه هو الضمير الايكولوجي؟ لما احب اعرف الضمير الايكولوجي ده تعريف مهم جدا. عرف الضمير الايكولوجي. هو اوكي مبدا في الاخلاق البيئيه او الاخلاق الطبيعيه، اوكي، بس ليه تعريف تاني؟ ايه هو الضمير الايكولوجي؟ هو معناه كده ضروره التناغم والتناسق بين الانسان والبيئه. شكرا. ضروره التناغم والتناسق بين الانسان والبيئه. لابد ان يكون في تناغم وتناسق بين الانسان والبيئه. كل ده بهدف ايه؟ تعزيز الحفاظ على الطبيعه. كل ده عشان نحافظ على الطبيعه. يبقى هنا في تعريف، انا طلعت المبادئ وخدت تعريف الضمير الايكولوجي. ايه هو يا استاذ الضمير الايكولوجي؟ عندك في رقم 3 في الكتاب، ضروره التناغم والانسجام بين الانسان والبيئه. لابد يكون في تناغم، انسجام، في توافق، عشان نتوافق مع البيئه، عشان نحافظ على الطبيعه. كل ده عشان ايه؟
نعزز الحفاظ على الطبيعة. فيعد الضمير الايكولوجي مبدأ أساسي في الأخلاق البيئية. النقطة رقم 4، لا يمكن أن تتغير الأخلاق ما لم تتغير منزلة الإنسان. لا يمكن أن تتغير الأخلاق البيئية ما لم تتغير منزلة الإنسان. الإنسان أوكي، ولقد كرمنا بني آدم، هو كائن متفوق على جميع الكائنات، ولكن إيه، إحنا ما نستطيع أن نعيش بدون باقي الكائنات الحية، لا نستطيع أن نعيش بدون نبات، لا نستطيع أن نعيش بدون حيوان. كل هذه الأمور في خدمة الإنسان، ربنا سخر كل ما في الكون من أجل الإنسان، ولا بد أن يحافظ الإنسان على إيه، البيئة من حوله، البيئة نفسها أو بما تحتوي من حيوانات أو نباتات. لا يمكن أن تتغير الأخلاق ما لم تتغير منزلة الإنسان من كائن متفوق إلى كائن تتحدد مكانته ببقية الكائنات. إحنا ما نستطيع أن نعيش بدون نباتات أو حيوانات. بعد ذلك، ودي من أهم النقطة اللي هي رقم 5، الدعوة إلى نوع من العدالة البيئية. وهنا يا ريت نكتب مع بعض صفحة 105 على رقم 5، علل دعوة بعض الدول للعدالة البيئية. لازم يكون في عدالة بيئية. شلون؟ إذا قال لي هنا علل أو دلل دعوة بعض الدول للعدالة البيئية، الإجابة في السطر الثاني، لأن الأنظمة البيئية لا تعرف الحدود بين الدول. الأنظمة البيئية لا تعرف الحدود بين الدول. إحنا قلنا لما حدث حرق آبار النفط سنة الغزو سنة 90، هل الدخان توقف عند حدود الكويت؟ رجع فوق حدر؟ لا. بيقولك إن حرق الآبار وصل إلى مثلا سواحل اليونان، وصل إلى رومانيا وبلغاريا، مثلا حدوث أدى لحدوث فيضانات في بنغلاديش، وأدت إلى وفاة 100,000 شخص. فالأنظمة البيئية هنا لا تعرف الحدود بين الدول. الدخان هنا ممكن يوصل إلى أقصى الشمال وإلى أقصى الجنوب. فلا بد أن يكون في نوع من العدالة البيئية. ليه؟ لأن الأنظمة البيئية لا تعرف الحدود بين الدول. الأنظمة البيئية مش تيجي والله عند حدود الكويت وتلف فوق حدر وترجع، لا، الأنظمة البيئية لا تعرف الحدود بين الدول. الأنظمة البيئية، احنا قلنا التلوث ممكن ينتقل من دولة ذات تلوث عالي إلى دولة ذات تلوث منخفض أو ما فيها تلوث بالمرة. يبقى إذن هنا التلوث ينتقل عبر الهواء، قد ينتقل عبر التجارة الدولية زي ما خدنا في الجغرافيا، أو قد ينتقل عبر التيارات المائية. يعني هنا تلوث مثلا مية الخليج أمام الكويت، هتمشي في الخليج على مستوى إيه؟ الخليج كله. فهنا الأنظمة البيئية لا تعرف الحدود بين الدول. فهنا في سؤال علل دعوة الدول للعدالة البيئية، ليه؟ لأن الأنظمة البيئية لا تعرف الحدود بين الدول. كذلك في هنا نقاط تانية، البلدان لا تتساوى من حيث انبعاث الغازات. البلدان لا تتساوى من حيث انبعاث الغازات. احنا زي ما قلنا التلوث ممكن ينتقل من دولة ذات تلوث عالي إلى دولة ذات تلوث إيه؟ منخفض. تمام؟ أيضا لسه ما زلنا في النقطة رقم 5، عندنا في مؤتمر عقد في دولة البرازيل سنة 92، المؤتمر ده سمناه مؤتمر قمة الأرض. عقد مؤتمر قمة الأرض في البرازيل، في مدينة، طالما قال مدينة ما ينفعش اكتب مدينة البرازيل، لا، في مدينة ريو. يبقى عقد مؤتمر قمة الأرض في مدينة ريو بالبرازيل سنة 92، الهدف منه العدالة البيئية. يبقى أنا هنا عندي النقطة دي يا شباب مهمة جدا، المؤتمر اسمه مؤتمر قمة الأرض، المدينة ريو، الدولة البرازيل سنة 92، الهدف منه العدالة البيئية. 5 نقاط في النقطة دياتي. يبقى هنا المؤتمر الذي عقد في البرازيل سنة 92 اسمه قمة الأرض، في أي دولة؟ في البرازيل، في المدينة ريو سنة كام؟ 92، الهدف منه الحد من انبعاث الغازات السامة. الحد من انبعاث الغازات السامة. الغازات جاية منين؟ قدامنا، من المصانع. يبقى مؤتمر قمة الأرض ممكن يقول هو العرف، مؤتمر عقد بالبرازيل بين قوسين ريو، الهدف منه العدالة البيئية، والهدف منه الحد من انبعاث الغازات السامة المنبثقة الناتجة من المصانع. ده مؤتمر قمة الأرض، والنقطة دي بإذن الله لا تخلو من الامتحان. مؤتمر قمة الأرض ده مؤتمر عقد سنة 92 بمدينة ريو بالبرازيل سنة 92، الهدف منه إن احنا نحاول نحد من انبعاث الغازات السامة. نحد من انبعاث الغازات السامة. نقطة مهمة جدا، ويا ريت الكل يفهمها ويا ريت الكل يحفظها. تمام. بعد ذلك احنا بنقول تنوع اشكال الحياة يعد قيمة في ذاتها وليست رفاهية. لابد ان تتنوع اشكال الحياة، لابد يكون في تنوع في البيئة، ويكون ايه، منظر آدمي، ونحافظ على البيئة ونجعلها خضراء زي ما خدنا ايه في الجغرافيا لحركة السلم الأخضر، لحد منها انها تحافظ على البيئة وتجعلها ايه، بيئة
يعني نحافظ على البيئة في ذاتها وليست رفيع، ونجعل البيئة خضراء، ونحافظ إيه على بلدنا الكويت. ماشي شباب؟ لا يحق الإنسان أن يستغل الطبيعة إلا من خلال تلبية حاجاته الضرورية. لا يحق الإنسان أن يستغل الطبيعة إلا من خلال تلبية حاجاته الضرورية. لازم الإنسان يلبي حاجاته. إيه الحاجات الأساسية؟ الإنسان لا يستغنى عن الماء، لا يستغنى عن الهواء، لابد أن نلبي الحاجات الضرورية، فيجب أن نحافظ على الطبيعة. أيضا يجب إدخال بعض التعديلات على حياتنا. لابد أن ندخل تعديلات، من لم يتجدد يتبدد. فلا بد أن ندخل تعديلات على إيه؟ حياتنا، كاستعمال الطاقة المتجددة، تقنيات نفطية، نستخدم التقنيات الحديثة، مدن الطاقة المستدامة، مثال إيه بعض الدول الحين بتستخدم الطاقة الشمسية بديل إيه الكهرباء، سواء في المزارع، في البيوت، في الشوارع، وده إيه نوع من إيه التطور والتقدم. من لم يتقدم يتقادم، فلا بد من استعمال الطاقة المتجددة. يجب أن يتحمل الإنسان المسؤولية تجاه الأجيال القادمة. لابد أن نحافظ على يعني اقتصادنا، لابد أن نحافظ على مصادرنا، كل ده إيه حفاظا على الأجيال القادمة. زي ما خدناها نظام إيه تنمية مستدامة. إيه تنمية مستدامة؟ يعني أنا بحافظ على رأس المال من جيل إلى جيل، دي اسمها تنمية مستدامة، ودائما ودوما تعمل الكويت على التنمية المستدامة، إن احنا بنحافظ على إيه رأس المال من جيل إلى جيل. أيضا الإقرار بحقوق الكائنات الطبيعية، يعني بنحارب إيه محاربة الصيد الجائر. يعني في أماكن ما ينفع فيها الصيد، نحارب الصيد الجائر وأيضا الرعي الجائر. إذا كده كل النقاط المهمة في درسنا: الأخلاق البيئية، الضمير الإيكولوجي، علم البيئة، مبادئ الأخلاق البيئية، أهمية دراسة الأخلاق البيئية، والهدف من عقد مؤتمر قمة الأرض. وبكده نكون أنهينا درسنا اللي هو الأخلاق البيئية. يا ريت يا شباب نركز على بعض النقاط اللي أمامكم في النشاط الختامي، ونصور الشاشة كده ونحاول نحل أهم الأسئلة. بكده نكون أنهينا درسنا اليوم. جزاكم الله خيرا، وأشكركم على حسن استماعكم.